أنا معايا الطفلة الجميلة روضة اللي أبهرتنا النهاردة الحقيقة في احتفال قدرون باختلاف، هي مشرفانا على التليفون. روضة أهلا بيكي. الحمد لله. إزيك يا قمر؟ إيه الحلاوة والجمال والطعامة اللي كنت فيها النهاردة ده؟ إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ فلاح. الله يخليك يا رب. قولي لي بقى، احكي لي النهاردة كان شعورك عامل إزاي وأنت بتشوفي سيادة الرئيس وبيسلم عليكي او بتقولي قصيده قدام سياده الرئيس وكل الضيوف المهمين دول، ما خفتيش شويه؟ لا خفت شويه، وبعدين قلت بقى مش كده وقلت قصيده عاديه. الله، حفظتيها ازاي بقى وسمعتيها مع ماما الاول قبل ما تطلعي؟ لا انا كنت بسمعها مع المتطوعين ومع بابا وماما في البيت، وكنت بركع فيها انا بقى. الله، انت كنت بتقولي يا ريت كل الناس زي ماما، صح؟ اه. ليه بقى؟ احكي لي ماما بتعمل معاكي ايه؟ ماما بتساعدني في حاجات كتير. الله، احكي لنا. ماما بتساعدني في حاجات كتير، وتديني المستشفى وبابا وبيشيلوني وبيوديني عمليات وكده. ايوه الله، وانا سمعت ان انت شاطره كمان في الدراسه وشاطره في كل حاجه بتعمليها. هتبقي نفسك لما تكبري تبقي ايه؟ مش هبقى دكتوره ومش عارفه. مش عارفه؟ مش هبقى دكتوره ومش عارفه. دكتوره وشاعره. الله، ده كان في شعراء اعظم، ده كان في الدكتور ابراهيم ناجي كان دكتور وشاعر كبير، لما تكبري شويه هتعرفيه، بس انا عايز اشوفك دكتوره قد الدنيا وشاعره كبيره. طيب الرئيس قال لك ايه بقى؟ الرئيس قال لك ايه لما سلم عليكي؟ طلع بس جايه وقال انت برافو عليكي وسقفلي. الله الله، انبسطتي انت بعد ما الرئيس عمل كده؟ اه. الله الله الله، طب بقول لك ايه؟ ايه رايك حافظه حاجه غير القصيده اللي قلتيها النهارده، ولو حتى حته صغننه، حته صغننه خالص، ممكن تقوليها لنا؟ ماشي، عن ايه بقى؟ انت اختاري اللي انت عايزاه، اي حاجه منك حلوه. عن ايه؟ اللي انت حباه. انت حافظه قصيده تانية غير اللي قلتيها النهارده؟ حافظه عن مصر وعن الام وعن حلو قوي والشهيد. ماشي، قولي لنا عن الام او اللي انت حباه، احنا كمان داخلين على عيد الام، قولي لنا حاجه عن الام. يلا. مش صوت جوه السجون، روح الحياه، روح الحياه وبعديها موت، الام فرصه ولو تفوت هتعيش بضعف، بحنانها لو موجوع تخف، وجعك يطيب من حبها، انا قلتها وهقول بدالي المره قال. الله. أمك في كف والباقي كله يكون في كف، بتمنى بيك ما تكونش يوم أبدا مكان، أمك ما تتعودش تاني، دي لا بعدها ولا قبلها ولا حبها تشوفه تاني. كل الكلام أنا بقصده، كل الكلام أنا بقصده، لو جيت ليوم زعلتها دايم تنام وتحصده، اياك تنزل دمعها، اياك تنزل دمعها وتقسى قدام صبرها، طبطب عليها، طبطب عليها وضمها، بلا بعدها ولا يوم حنينها تشوفه تاني. الله الله الله، ولا يوم حنينها تشوفه. الله 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 الله، ايه روضة الجمال والحلاوة دي؟ ده انت هتبقي شاعرة تكسري الدنيا والله. أنا أول واحد هشتري الدواوين بتاعتك، إيه رأيك بقى؟ نورتينا، وان شاء الله بقى تيجي في قناه المحور هنا نقول بقى كل القصايد اللي انت حباها مره كده، تختاري انت يوم حلو وتيجي لنا هنا ونقعد نقول بقى القصايد كلها، ايه رايك؟ ماشي. وانا ممكن اقول الكلام؟ يلا يا نهار ابيض، يا ريت. يلا ممكن نقابل الممثل حسين صبري عشان انا بحبها جدا. ياسمين صبري عايزه تقابليها؟ انا معايا. طيب انا خليكي معايا، احنا بنوجه نداء للفنانه الكبيره الانسانه الجميله كمان ياسمين صبري، وهي ليها كتير من الايادي البيضاء
والاعمال الخيريه، واكيد انا عارف لو وصل لها ده مش هتتاخر. روضه الجميله يا استاذه ياسمين عايزه تسلم عليكي وتشوفك. يا ريت يا استاذه ياسمين صبري بنوجه لك نداء من قناه المحور، يا ريت تتقابلي او نوصلك تكلمي روضه الشاعره والدكتوره الكبيره. مبسوطه كده؟ وانا بوعدك ان شاء الله ان هي هتستجيب الفنانه الكبيره ياسمين صبري، وهي معلوم عنها انسانيتها الحقيقه، انا واثق ان هي هتستجيب. شكرا جزيلا يا روضه.